الموضوع اللي بعدين نحكي عن الكرونيك ارتيريال اكلوجن او كرونيك ارتيريال انسفشنسي كرونيك لور لمب اسكيميا يسموه بريفرال اسكور ديزيز. طلعوا الكوز اسبابه موست كومن كوز له اثيروسكليروزس. الريسك فاكتور الميجر ريسك فاكتور هم البي او 2 اللي هو بسموهم بيجست ريسك فاكتور للكرونيك ارتيريال انسفشنسي. البيجست ريسك فاكتور هم سموكينج والدي ام. سموكينج اند دي ام هم عباره عن الميجر ريسك فاكتور للكرونيك لور لمب اسكيميا. الماينر ريسك فاكتور في عندنا هايبرتنشن, في عندنا هايبرليبيديميا, في عندنا فاميلي هيستوري, في عندنا الاوبيزيتي, في عندنا لايف ستايل, يعني أدوية دراجز زي بيتا بلوكر أو دراجز عليهم بيتا بلوكر هم ريسك فاكتور. لذلك المرضى عندهم بريفرال فاسكولار ديزيز ممنوع نعطيهم النون سيلكتيف بيتا بلوكر. إذا ما نعطيهم بيتا بلوكر نعطيهم كارت سيلكتيف زي الميتوبرالول, زي الأتينالول, زي البيسوبرالول, زي الأسيبتالول, هذول سيلكتيف. أما النون سيلكتيف ما بنعطيهم, لأن النون سيلكتيف معناه إنه بازو كونستركشن وبيعملوا يعني سوء المريض جت ويرس اذا خلفهم. ميل هو ريسك فاكتور, الدايت يعتبر ريسك فاكتور. شو الموست كومن سايت للكرونيك لور لمب اسكيميا اللي هو سوبرفيشال فيمورال ارتري, ورجيناك صورته هذا هو سوبرفيشال فيمورال ارتري. هذا هو الكونتينيويشن اوف ذا كومن اوف ذا كونتينيويشن اوف ذا هذا عفوا هاي كونتينيويشن اوف ذا كومن فيمورال ارتري راح نسميه احنا سوبرفيشال فيمورال ارتري. هاي هو اكثر ارتري افكتد بالبريفرال فاسكولار ديزيز او بكرونيك لور لمب اسكيميا. كرونيك لور لمب اسكيميا الكلاسيفيكيشن في عندنا لا فونتان كلاسيفيكيشن, في عندنا لا فونتان كلاسيفيكيشن ليفل 1 او كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. كلاس 1 عباره عن اسيمبتوماتيك بيكون المريض. كلاس 2 بيكون عندنا انترميتنت كلاودكيشن, هذا موست كومن سيمبتوم اند موست ايرلي سيمبتوم للكرونيك لور لمب اسكيميا. ركزوا عليها الانترميتنت كلاودكيشن هي فيري تيبيكال للكرونيك لور لمب اسكيميا, مش بالاكيوت. بالاكيوت بتكون مش موجوده. بالاكيوت حكينا 6 بيز يونيترال 6 بيز فقط. انترميتنت كلاودكيشن هي والاسيمبتوماتيك بيكون الليفل بنسميه احنا اللي هي سنجل ليفل ديزيز او بنسموه مايلد كرونيك لور لمب اسكيميا. الدرجه الثالثه اللي هو ريست بين, المريض بصير عنده ريست بين. الدرجه الرابعه بصير عنده ايش, السر او جنجرين. السر او جنجرين لاحظنا بصير عندي تيشو لوس اللي هو السرز او تيشو نيكروزس اللي هو جنجرين. هذول بدلوا على درجه رابعه اللي هي بدلوا على هي والريست بين. اذا كان صار عندي الم ريست بين لاحظ الكلاودكيشن بين الانترميتنت كلاودكيشن. هذا الانترميتنت كلاودكيشن اللي هو الم لما المريض يمشي, لما يبذل جهد او يمشي مقدار 10 دقائق او ربع ساعه بصير عنده الم. هذا الالم بيكون غالبا في الكلف, منطقه الكلف, وبتدل على سنجل ليفل ديزيز او على مايل ديزيز. اما لما يكون لما المريض هو نايم وهو قاعد عنده الم بسموه ريست بين, لاحظ الدرجه بتكون شوي مور ادفانس. الريست بين عكس الكلاودكيشن بين. الكلاودكيشن بين مع الحركه الالم بيزيد. الريست بين بالعكس لما المريض يكون قاعد رافع اجره بيكون عنده الالم. الريست بين هي درجة شوية مور ادفانس, من هي عبارة عن تو ليفل ديزيز وتدل على كريتيكال او سيفير لور لمب اسكيميا. طيب هسه الساينس سمتم مرة أخرى بتعتمد على الدرجة. في عندنا مايلد كرونيك لور لمب اسكيميا او سنجل ليفل ديزيز اللي هم حكيناهم الستيج الأول او الستيج الثاني. الستيج الأول عبارة عن اسيمبتوماتيك, الستيج الثاني بيكون عنده أعراض. أهم عرض أول عرض انترميتنت كلاودكيشن يسموها اي سي, يسموها اي سي. والسيفير أو كريتيكال اللي هو تو ليفل ديزيز لاحظوا الأعراض هيهم. إذا في عندنا هي أعراض لهنا اللي هو للليفل 1 والليفل 2, وفي عندنا الليفل 3 والليفل 3 والليفل 4 هي أعراضهم. أهم عرض من الأعراض اللي بيجوا فيه إذا كنا نحكي عن مايلد أو سنجل ليفل ديزيز كلاودكيشن اللي هي انترميدنت كلاودكيشن آي سي. انترميدنت كلاودكيشن موست كومن أند موست إيرلي. شو هو الانترميدنت كلاودكيشن؟ بين إن ذا كالف, ألم في منطقة الكالف, بطة الإجر. ألم بيكون سيفير طبعا, بايلاترال بيكون على الجهتين, وذ اكزيرشن لما المريض يمشي, ريليفد باي شورت ريست لما المريض ريست يرتاح الألم بيروح. هون في السيفير في التو ليفل ديزيز أو بالسيفير أو بالكريتيكال بسموها سيفير ارتيريال انسفشنسي كرونيك ارتيريال انسفشنسي أو بسموها كريتيكال كرونيك ارتيريال انسفشنسي. هذول بهاي الحالات لاحظوا ريست بين العكس العكس الكلاودكيشن بين. نكمل هون الكلاودكيشن بين ريليفد باي شورت ريست 2 تو 5 مينيت ريبروديوسبل. شو يعني ريبروديوسبل؟ يعني لهم 3 سيم لهم سيم ديستانس, يعني المريض بيعرف قديش هي المسافه اللي بعديها ببلش الالم. سيم ديستانس ذا سيم ديستانس ذا سيم لوكيشن موقع الالم بيكون ذا سيم, وذا سيم تايم يعني الوقت اللي لازم يرتاح فيه المريض بيكون المريض عارفه انه لازم يرتاح لفتره مقدارها 5 دقائق او 10 دقائق, وبعد الفتره هاي الالم بخف. فهاي بسموها اللي هي ريبروديوسبل ايش بين الكاركتر تبع الكلاودكيشن بين. هسه لما نحكي عن تو ليفل ديزيز او سيفير او كريتيكال لاحظوا الاعراض بتصير ريست بين, بصير عندنا نايت بين. نايت بين لما المريض بيرتاح بالليل بنام فاذا بصير عنده ريست بين. السرز الالم هذا مرات بيوقظ المريض من نصف يعني من النوم اثناء يعني بالليل. السرز جنجرين بيكون عندهم. انتبهوا التشيو لوس اللي هي الالسر او التشيو نيكروزس هذول بدلوا على سيفير كريتيكال
كرونيك ارتيريال انسفشنسي انكل بريشر لما يكون اقل من 40 ملم مركوري او التو بريشر اللي هو التو بريشر اكون اقل من 30 ملم مركوري. ارجوكم اركزوا على الارقام، هذول الارقام بدلوا على السيفير، بدلوا على السيفير اللي هي 30 40 40 ملم مركوري في الانكل بريشر، التو بريشر اقل من 30 او الانكل بريك اندكس اقل من 0.4. كان اندكس في الالتراساوند نسميه انكل بريك اندكس، هو اللي هي الانكل اللي هي عباره عن يسموه انكل بريك اندكس، هو البريشر عند الانكل، عند الانكل والبريشر عند البريكل. الاصل وضع الطبيعي يكون الريشيو تكون تقريبا 1 الى 1.1 من 0.9 الى 1.1، بس لما تكون الريشيو اقل من 0.9 هذا بدل على ايش؟ على ايها طلعوا لما تكون الريشيو اقل من 0.9 0.9 اقل من 0.9 بتكون بتدل على كرونيك لور لمب ايش؟ اسكيميا، او بتدل على كرونيك ارتيريال انسفشنس. لما تكون اقل من 0.4 هيها بتكون بتدل على ريست بين، او بتدل على كريتيكال اسكيميا او تو ليفل ديزيز. طيب هسه ركزوا على الرقم 0.4 مش 0.5 ولا 0.6 لانه غلط. 0.5 0.6 بتيجي بالسنجل ليفل ديزيز، هيها لما تكون 0.9 على 0.5 بتكون كلاودكيشن بين اللي مالد او سنجل ليفل ديزيز 1 ليفل ديزيز، اما تكون اقل من 0.4 بتكون ريست بين بتيجي مع الكريتيكال لون اسكيميا او تو ليفل ديزيز. الأذرس شو الأذرس؟ في عندنا sign of poor perfusion، bilateral بيكون إنه hair loss. لاحظوا الأعراض bilateral، أعراض الكرونيك، الكرونيك بتكون bilateral بتكون شمالها bilateral، أما هون الأعراض شمالها بتكون في الأكيوت كانت قبل كانت unilateral، الأعراض هون كانت شمالها هي أنا كتب لكم إياها unilateral بتكون 6B unilateral، هاي الأعراض هون بتكون unilateral بتكون unilateral، هاي ننتبه لها هون الأكيوت بتصير الأكيوت بتكون unilateral أما هون بتكون شمالها bilateral. هسا طلعوا شو عندي هنا اشياء بنركز احنا عليها. الاذرس في عندنا هير لوس، في عندنا هايبر تروفيك نيل، في عندنا مصل اتروفي بسرعة، بصير عندنا سكن انفكشن سلو اند لونج كابيلاري فيل تايم اند كولد سكن اند بالور شحوب. ارتيريال السر، الارتيريال السر هاي بنلاقيها وين؟ ارتيريال السر بنلاقيها بالحالات التو ليفل ديزيز بالكريتيكال لون بسكيميا، بالحالات السيفير كرونيك ارتيريال انسفشنسي بتكون بينفول، خصائصها بتكون بينفول بتكون شالو بتكون سطحيه، هاي انتبهها بينفول ان شالو، بيكون نو بليدنج ما بتنزف لانها ارتيريال ما في عندي بلود سبلاي، نو هيلينج ما في عندي هيلينج ساين، سايد تيب اوف ذا توز على راس الاصابع على رؤوس الاصابع، طلعوا هيها عروس الاصابع، هاي عباره عن تيبيكال ارتيريال السر عروس الاصابع، هاي نكروزس، هاي عباره عن نكروزس يعني جنجرين صار عندنا، هون عباره عن السر. هذول لما نوصل لمرحله السر والجنجرين هاي بتكون ايش؟ تو ليفل ديزيز، بيكون كريتيكال او سيفير كرونيك ارتيريال انسفشنسي. ارجوكم ركزوا عليها. هسه ننتبه انها بينفول شالو نو بليدنج نو هيلينج ساين سايد ات تيب اوف ذا توز موست كومن او اللاترال ميلولس او على اللاترال ميلولس، هاي بسموها ميديال ميلولس، ميديال ميلولس هاي بسموها اللاترال، هي بتكون عند اللاترال ميلولس يعني هون اللاترال ميلولس يعني هون. الميديال ميلولس شو بيطلع عندنا هون؟ بيطلع الفينس السر، عند الميديال ميلولس بيطلع الفينس السر، فينس السر، اما اللاترال ميلولس بيطلع الارتيريال السر. موست كومن سايت الارتيريال السر هي التيب اوف ذا توز، ارجوكم ركزوا عليها التيب اوف ذا ايش؟ اوف ذا توز. هسا شو لو سالنا عن شو هو الدياجنوزس؟ دوبلر التراساوند هو الانفستيجيشن اوف تشويس، اول ستيب، اول او فيرست ستيب بنبلش فيه. بنطلع على ايش اسمه انكل بريك اندكس. انكل بريك اندكس اذا كان 0.9 على 1.1 هذا النورمال، اذا كان اكثر من 1.2 بتكون وول كلاسيفيكيشن دي تو دي ام موست كومن كوز لها، اذا كان اقل من 0.9 هذا ديفينيشن اوف ذا كرونيك ارتيريال انسفشنسي. 0.9 على 0.5 بتكون كلاودكيشن بين يعني مايلد يعني 1 ليفل ديزيز، لما يكون اقل من 0.4 بتكون ريسك بين هي كريتيكال اللي هو 2 ليفل ديزيز. لو حكى لي شو الجولد ستاندر او الديفينيتيف 100% بشخص لك السي تي انجيوغرافي وذ كونتراست، CT angiography with AS with contrast treatment. What is the treatment? هاي التريتمنت، هاي جهة التريتمنت، ما هو التريتمنت؟ هذا ال DX معناها diagnosis طلابنا. ال أرجوك ركزوا، S and S هي sign and symptom، واضح؟ ال RF يعني risk factor، أرجوك ركزوا هاي الاختصارات. يعني هاي لو جبنا الصورة هاي بتدل على اللي هي اللي هو توز necrosis، هاي توز necrosis بتيجي مع ال AS مع ال chronic arterial insufficiency، هون عبارة عن ايش؟ ليتل تو عباره عن السر، هاي بتيجي كمان مع الكرونيك لو ريسكيميا بتيجي مع التو ليفل ديزيز. التريتمنت طلعوا شو الاثنين، في عندنا سيرجيكال وفي عندنا فارماكولوجيكال وفي عندنا كونزرفاتيف. الكونزرفاتيف بنبلش فيه عاده الفيرست ستيب غالبا بنبلش فيه حالات الكرونيك ارتيريال سيرجيكال، بنبلش كونزرفاتيف سبيشالي اذا كنا نحكي عن ايش؟ عن 1 ليفل ديزيز، كنا نحكي معظم حالاتي اصلا 1 ليفل ديزيز اللي هي مايلد بتكون لور من قلل الريسك فاكتور، اكسرسايز نزيده اند فود كير اللي بنحافظ على اي وند بنحافظ عليه كلير اند ايش اند دراي. هسه الفارماكولوجيكال نعطيهم بلس ماينس، بنعطيهم فارماكولوجيكال. شو البلس ماينس فارماكولوجيكال؟ بلاد ثينر زي الاسبرين او زي البروبيدوغريل او زي التكلوبيدين،
وفازو ده ليه تازل كاستشر بلوكر. في عنا دواء بيجمع بين هذول التو افكت اللي هو إله يعني بلد ثانر افكت وإله فازو داليشن افكت اسمه اللي هو كيلوستازول. كيلوستازول هذا البست هذا إله كيلوستازول إله بلد ثانر افكت وإله فازو داليشن افكت. أسا السيرجيكال اللي شو الانديكاشن اللي هالي كريتيكال اسكيميا اللي هو لما يكون عندي تو ليفل ديزيز. لما يكون عندي تو ليفل ديزيز اللي هو حالات سيفير بسموها سيفير كرونيك ارتيريال انسفيشنس بسموها كريتيكال اسكيميا. لما يكون عندي مثلا ريست بين, لما يكون عندي ألسر, لما يكون عندي جنجرين, هذول بدهم سيرجري. الاوبشنز في عندنا ستنت, في عندنا الانجيوبلاستي, في عندنا اند ارتريكتومي, في عندنا بايباس كرافتنج, في عندنا سيمباثيكتومي بعض الاحيان نعملها. سيمباثيكتومي بتفيد كل المرضى ما عدا مرضى الدي ام except in patients with DM no effect لها أو effect لها very minimal. أو الامبوتيشن إذا كان وصلين مرحلة النكروزس والجنجرين نعمل امبوتيشن بعض الأحيان. شو البرنوزس بشكل عام؟ برنوزس claudication إذا كنا نحكي عن claudication اللي هي level 1 level 1 أو level 1 disease أو بسموه mild بسموها إيش mild برنوزس لها good good برنوزس conservative therapy بنعمل 60% success rate. أما critical ischemia أما نحكي عن level اللي هو 2 level disease أو بسموها severe بسموها إيش severe أو سموها كريتيكال, هاي بور برنوز برنوز الهبور. في عنا بعض الملاحظات هيك سريعة. في عنا سندروم اسمه لاريشي سندروم. شو لاريشي سندروم هذا؟ شو لاريشي سندروم هذا طلابنا؟ هو عبارة عن بايلاترال كومون إيلياك أرتري أكلوجن. هو عبارة عن كرونيك أرتيريال إنسفيشنسي ولكنه يعني في المنطقة الكومون إيلياك أرتري بايلاترال على اليمين وعلى الشمال زي ما احنا شايفين هنا كومون إيلياك أرتري على اليمين وعلى الشمال. هذا بيجي ساين سيرتوم ثاي اور بوتوكس كلاوديكيشن بان يكون عندنا الم بدل ما يكون في الكارب بطه الاجر بيكون في منطقه الثاي منطقه الفخذ منطقه الايش البوتوكس. البوتوكس بيجي مع امبوتنس اللي هو عدم انتصاب اللي هو ضعف جنسي ابسنت اور ديكريز فيمورال بالس. فيمورال بالس بيكون ابسنت اور ديكريز بيكون بايلاترال ديكريز. تريتمنت اورتو باي فيمورال باي باس كرافتنج بنعمل اورتو باي فيمورال طلعوا زي هيك نعمل وصله زي هيك وصله من هون زي هيك وصله ايش من هون زي هيك اللي هي سموها أورتو باي فيم أورتو باي فيم باي باس كرافتنج. اللاريشي سندروم هاي اللاريشي سندروم consists of buttocks claudication and sexual impotence. It is caused by impairment of blood flow in the arterial arterial aorto iliac segment اللي هي common iliac ash artery due to stenosis or occlusion those artery leading to arterial insufficiency. هاي هي فكرتها. في عنا البيرجر نحكي عن البيرجر نحكي عن البيرجر طلابنا. البيرجر ديزيز او البيرجر ديزيز او ثرومبانجايتس اوبليترانس هو عباره عن سمول اند ميديوم فيزل فاسكولايتس. ريسك فاكتور ميل يونج ايج هيفي سموكينج هذول هم اهم ريسك فاكتور. بيكون غالبا يونج ايج ميل بيكون هيفي سموكر موست كومن ريسك فاكتور اوفر اول سموكينج. ساين اند سيمبتوم طلابنا الساين اند سيمبتوم طلعوا سيفير ريست بين بيكون عندنا بيكون بايلاترال السر بيكون جنجرين بس نركز انه بصيب الابر لمب اكثر من اللور لمب على العكس من المرض هذا. المرض الكرونيك peripheral vascular disease أو chronic arterial insufficiency. chronic arterial insufficiency بصيب اللور لمب أكثر من الأبر لمب لأنه هذا البيرجر لا بالعكس بالعكس بصيب الديجيت بصيب الأبر لمب أكثر من اللور لمب يعني بصيب الأبر لمب أول شيء بعدين اللور لمب. التريتمنت له ستيرويد stop smoking very important amputation once إذا وصلنا عند الجنجرين. هذا هو عبارة عن البيرجر هاي البيرجر thrombangitis obliterans بسموه بيرجر disease peripheral artery inflammatory disorder هو عبارة عن small and medium vessel. young men بيكونوا young men who smoke cigarette هذول من أهم risk factor. young age male و smoker heavy smoker لاحظوا بصيب ال upper limb لاحظوا الإيدين بيعمل gangrene بيعمل في ال upper limb بال upper limb هاي ميزة هذا المرض اللي هو Berger disease. هذا هو موضوع البيرجر وموضوع الكرونيك arterial insufficiency. يعطيكم العافية نتقابل إن شاء الله في فيديو بعدي بإذن الله.